يو جايز، في هذا الفيديو غادي نرسم واحد لارتيست اللي كتبزك ليها بزاف، ومن شحال هادي وانا كنت باغي ندير هاد الفكره باش نرسمها وندير فيديو، واليوم جا الوقت باش ندير هذاك الشيء اللي كنت باغي ندير. في هذا الفيديو غادي نرسم هاد لارتيست وغادي نعرفك عليها وعلى شكون هي. وقبل ما نبداو بغيتك دير لايك وسبسكرايب حيت غادي تعاوني بزاف بزاف باش نزيد نشر المحتوى ديالي. او ليتس جو. الارتيست ديالنا اليوم هي لانا ديل ري. هي مغنيه وكاتبه وشاعره، تولدت في نيويورك في 1986 في 24 من يونيو. الاسم ديالها الحقيقي هو اليزابيث وولريدج جرانت، وبدات المسيره الغنائيه ديالها فاش كانت عندها 17 عام. الاغاني ديالها كيدويو على لي جون ولي سونتيمون بور لي فام في امريكا، وهي بنت رجل اعمال كبير سميتو روبرت جرانت. ولانا ديل ري دوزت حياتها كامله في نيويورك وعاشت مرحله صعيبه من حياتها في الادمان ديال الكحوليزم، وبابا هو اللي خرجها من هذا الادمان عن طريق مدرسة الداخلية. وكملت قرايتها في الجامعة، وكان التخصص ديالها هو اهم فرع من فروع الفلسفة سميتو ميتافيزيك او علم ما وراء الطبيعة، اللي هو نوع من انواع الفلسفة. ولانا كانت انسبيرا بزاف من الفيس ومارلين مونرو اللي ديما كتذكرهم في لي شونسو ديالها. ملقاش البوم ديالها الاول نجاح كبير اللي سميتو سايرنس، والالبوم ديالها الثاني اللي صدر في 2008 لقى نجاح كبير بزاف اللي سميتو ليزي جراج. ومن بعد دعمها الاب ديالها باش تصدر البوم جديد في 2010 بعنوان لانا ديل ري، وهذا الالبوم هو اللي بدل الاسم ديالها الفني. وفي 2012 خرجت البوم جديد بعنوان بورن تو داي اللي دار ضجه كبيره في عالم الغناء، وحتل هذا الالبوم المركز الثاني في قائمه ديال بيلبورد. والاغاني ديال هذا الالبوم هما فيديو جيمز، بلو جينز، بورن تو داي، سامر تايم سيرنس. وفي نفس العام صدرت البوم جديد بعنوان بورن تو داي بارادايس اديشن اللي زادت فيه اغاني جداد منهم رايد. وفي عام 2014 خرج البوم بعنوان الترا فاينس اللي كان شويه سوداوي واحتل المرتبه الاولى في القائمه ديال بيلبورد، وهو كان اول البوم غادي يحتل القائمه الاولى في الاغاني ديالها. والاغنيه المشهوره فيه هي ويست كوست. وفي 2017 درت البوم اللي تعاونت فيه مع بزاف ديال المغنيين بحال ذا ويكند وترافيس سكوت. وفي 2019 درت اكبر البوم بعنوان نورمان فاكين ويل اللي ترشح لجائزه البوم السنه وجوائز الجرامي، وهذا الالبوم ربح جائزه ديال افضل البوم في العالم لصالح جوائز ام ام اي اوورد. وهذه كانت هي المسيره والحياه الفنيه ديال لانا ديل ري. وإلا كان كيعجبك واحد المحتوى ما تنساش دير لايك وسبسكرايب حيت انا كندير بحال النوع ديال الفيديوهات. ودابا نخليك مع الفيديو، انجوي.